دايما الزمالك مقتنع او في اقتناع او في احساس ان الميديا بتهول مشاكله بعيد عن الانديه الثانيه، ودي حقيقه. طبعا دي حقيقه، طبعا دي حقيقه. يعني ما بيحصلش مع الانديه الثانيه، انا مش يعني مش بقول اهلي، يعني كل اهلي وسموحه واسماعيل، كل الناس بتقول نفس الكلام. لا ما بيحصلش. لا بص، الزمالك والاهلي قصه ثانيه خالص، مع احترامي لكل الانديه الثانيه، لكن الزمالك والاهلي قصه مختلفه خالص. يعني الاهلي بيمر بنفس المعاناه بدليل اقول لك ان الاهلي عمل كام صفقه ما نجحتش. في حد اتكلم عليها؟ في لعيبه يعني مش في الاهلي شاري لعيبه ب 40 مليون وب 50 مليون صح؟ في حد قال حاجه ان اللعيبه دي مشيت؟ في حد قال ان اللعيبه طلعت اعراض في اللعيبه؟ في حد قال ان النادي الاهلي ما استفادش من اللعيبه دي فنيا؟ طيب ده لما بيحصل في نادي الزمالك، لما كل شويه يقولوا صفقه خالد بوطيب جت مش عارف بكام، ماشي ما استفدناش منه. ده مش ذنبنا، خلي بالك، مش ذنب الناس اللي بتشتري. انا ما اعرفش، واضح ان كابتن ايمن عبد العزيز يا اما بقاله فتره كبيره جدا ما اتفرجش على تلفزيون، او ان هو امعانا في المظلوميه وترسيخ عقده الاضطهاد دول الكلام ده. اعلام المنافس وبدون ذكر القنوات هو اللي سخر من لاعب زي قفشه انضمامه للنادي الاهلي، كهربا مورست عليه كل الضغوط الممكنه، سخريه من اشخاص ومسؤولين في النادي الاهلي، ساحات اعلام اتفتحت منافذ للإساءة والتطاول على كل من ينتمي لمنظومة النادي الأهلي، حتى رأس منظومة النادي الأهلي نفسها. كل ده والإعلام ما بيتكلمش في حاجة، ده لاعب لسه ما لعبش وانت بتهاجمه وانت بتقلل منه وانت بتتحدث عن أرقامه. لاعبين اتقال ان عندهم القلب، لاعبين اتقال ان عندهم أمراض، لاعبين اتقال ان هم مش هيعملوا حاجة، لاعبين اتسخر من أسمائهم. كل ده حصل ومفيش إعلام لنادي الزمالك بيتكلم في حاجة. كابتن ايمن عبد العزيز، احنا فرحانين باللي انت بتعمله، لان عمرك ما هتشوف مشاكلك طول ما انت بتشوف بالصوره دي، وهيبقى عندنا ردود مختلفه كمان عمليا، مش ردا عليك ولكن توثيقا للحقيقه زي ما بنعمل دايما هنا يا احمد. الموضوع يا فارس اصلا لما تقف، هو هل بتتكلم عن الفتره دي ولا الفتره اللي قبل كده؟ هتلاقي الكلام دايما عن فكره الاعلام الاحمر. لو جينا وبقول للكابتن ايمن عبد العزيز افتح التلفزيون المصري وشوف القنوات الرياضية، وانت بنفسك شوف كم اعلامي مؤثر او حتى غير مؤثر، او نظن كل الاعلاميين ان شاء الله مؤثرين، وشوف انتماءاتهم وميولهم، وانت تعرف. انت بتتكلم عن فكرة لعيب ما نعرفش صفقته جت بكام او صفقته بكام، ده لعيب النادي الاهلي بتتفصص تحديدا كل صفقة بكل سعر، وده واخد كام وده جاي بكام. ده الاهم كمان، يا ريتك بتنقل الحقيقة، ده انت بتنقل كمان اكاذيب وبتفضل ترددها لدرجة ان احنا بعض الاهلاوية عندنا بيصدقوها، واخرها اكذوبة اللاعب كابتن حسين الشحات 160 مليون، يعني كان 140 وصلت 160، وحصل ثبات على فكرة اكذوبة ال 160 مليون. يعني حتى الاتهام او التناول لعقود اللاعبين بيتم التناول بشكل خاطئ جدا، مش زي ما بنشوف بصور مثبتة بعقود لاعبين. لكن الحقيقة مش بس القنوات الفضائية، احنا عندنا اعتراف واضح وصريح على مدار